لا يا عم سالم، تقول تاريخيا حكيت لنا انه ثم تقسيم، ثم شعراء الضواحي والرياف، وثم شعراء مدينه فسفاقس. يبدو انه التقسيم هذا ما عادش في السنوات الاخيره، يعني تقريبا من الخمسينات من الستينات ما عادش التقسيم هذا، وكانه هذا الشغل نوعيه الشغل هذا اقتصرت على مجموعه الناس اللي في الارياف، لانه تو مدينه فسفاقس الحقيقه ما عادش فيها شعراء مثلا، حتى في الخمسينات والستينات ما عادش فيها شعراء لهجه وشعراء شعبيين. كان طبعا فيها شعراء الفصحى، سيد محمد الشعبوني، سيد مصطفى البحريني، اي يعني عدد من الشعراء الذين يكتبون بالفصحى. ولكن التقسيم هذا بتاع شعراء ارياف وشعراء مدينه اللي كان موجود في القرن التاسع عشر ما عادش موجود في السنوات الاخيره، يعني ربما شعراء ارياف هم اصبحوا هم بنفسهم شعراء ممثلين ولايه يعني كامله، فهمتني؟ نعم. اي انت باش تفسر علاش مثلا مدينه كمدينه سفاقس علاش نقص عدد الشعراء الشعبيين الموجودين فيها مثلا، وتواصل في اريافها وفي نواحيها والمعتقديات في الجنة. لان الشعراء الشعبيين حسب رايي هذا اللي موجودين في مدينه سفاقس واللي يقول هم الكل، كيف تجي تسال وتبحث تجدهم انهم ما همش اصيلي المدينه. كما ذكرنا في البدايه بو عزيز ولاد عزيز، ملاك من العامرة، السماوي يقولوا من الجنوب، وصل ثم ناس يقولوا يعني الاشياء هذه خلط لان الارض اللي تربي نوعيه من الحشيش العشاب حتى بعد وقت لازم تعاود تربيها، تصب على المطر وتعاود تنقل، وكان ما تعاودش حتى يطلعوا فيها بعض اعراض الحشيش تنحيه انت من ما عادش تعاود. وهذا كان فيها حسب تفسير يا ترى، لان الشعراء اللي قالوا الشعر اللي احنا نقولوا من مدينه سفاقس معناها من بلاد بلديه، هما راهم منحدرين من جهات ماهمش ولاد الاصليين، حتى ربما الالقاب تدلك، حتى اذا ثم حاجه حتى شعر ثم واحد ولا اثنين شعر تعرفك تسمع تفهم. تحس اليوم في المدينة أصلاً؟ أنا أصلاً تحس بي لأن ثم لكنة ولهجة وثم أشياء نعرف بها. باهي حكيت لنا على شعراء الماضي أنت، شعراء القرن التاسع عشر والقرن العشرين، بداية ونصف الأول القرن العشرين،